سينار، الأنظار تترقب الآن ما سيخرج عن هذا الاجتماع بالفعل، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشعبي وجانب المعارضة التركية يترقبون ما قد يخرج عن هذا الاجتماع، أخذا بالاعتبار أن الإعلام التركي كان قد نقل قبل قليل تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت فيها أنه يتعين على كل دول الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب اليونان ودعمها في هذه الأزمة بخصوص التوترات أو التطورات المتعلقة بشرق المتوسط فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا. الحديث هنا يدور عن احتمال إجراء محادثات هاتفية اليوم، طبعا هذا متوقع ولم يؤكد رسميا حتى الآن، محادثات هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أخذا بالاعتبار أن أولا التصريحات التي نقلت قبل قليل، وثانيا على اعتبار أن هناك وساطة ألمانية تجري حاليا على الأقل حتى الآن بين الجانبين التركي واليوناني، وأخذا بالاعتبار أيضا الموقع الرسمي لألمانيا كرئيس الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الأنظار تتجه أيضا إلى هذه المحادثات. وتركيا كانت قد أعلنت في أوقات سابقة عن أن أي عقوبات قد تفرض عليها سواء من الاتحاد الأوروبي أو من غيره من الجهات الدولية لن تكون مؤثرة عليها من جهة، ومن جهة ثانية أنها لن تثنيها عن خطواتها التي تقوم بها سواء في شرق المتوسط بما يتعلق بالتنقيب أو الوجود العسكري أو عمليات التدريبات العسكرية التي تكرر في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وبالتالي هي تعتبر بأن أي فرض عقوبات على تركيا لن يكون مؤثرا إلى حد كبير، وتتوقع بحسب مراقبينا أنه إذا فرضت عقوبات أو إذا تم التوصية على الأقل بشكل أدق بفرض عقوبات فإنها لن تكون يعني قوية أو جدية وستكون شكلية إلى حد كبير، أخذا بالاعتبار أن تركيا تلعب على وتر أن هناك انقسامات داخل الجسم الأوروبي ولديها علاقات قوية مع بعض الدول الأوروبية فيما لديها توترات كبيرة مع دول أوروبية أخرى، وبالتالي هذه الانقسامات تزيد يعني من فرص تركيا في هذا الملف، ولكن من جهة أخرى هي بالمحصلة تقول إنه تم تمديد عمل سفينة التنقيب التركية حتى أوروشريس تحديدا حتى الأول من أيلول سبتمبر القادم، وعمليا سفينة يافوز التركية للتنقيب تعمل في المنطقة حتى 15 من أيلول القادم، وهناك تدريبات عسكرية أيضا ستجري في الأول والثاني من أيلول سبتمبر القادم. قبل قليل أيضا أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع التركي خلوص أكار أجرى محادثات هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني في هذا الإطار، وتناولت هذه المحادثات التطورات والتوتر الحاصل في شرقي البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى ليبيا والملفات الإقليمية الأخرى، وبالتالي تم بحث هذا الموضوع في هذه المحادثات. الأنظار يعني تتجه الآن إلى الاجتماع الأوروبي وما سينتج عنه من نتائج أو توصيات على أقل تقدير باعتباره اجتماع غير رسمي حتى الآن.